دابا ساليكم يعني كلشي بخير. اليوم النهار الاول اللي غادي يفتحوا المجازات وانا بلا عكز نوض كنت غنمشي مع واحد الدويره في اكسيون. نتوما عارفين دابا شحال ما مشينا ونشوفو الجديد نشوفو شنو جابو جديد. المهم بغيت نشارك معكم هذا النهار هذا وهاد الدويره هادي اللي عندنا في اكسيون. انا كنت كنتسنى الطرام غادي يجي دابا وغادي نمشيو انتوما معايا. وهنا كيف كتشوفوا كاينه لافيل بزاف ديال الناس كيتسناو. انا صراحه مشيت معطله ومشيت زي على شي غرض بسيط زعما ماشي شي حاجه سبيسيال. وهنا غادي ندخلوا قربنا الباب ديال اكسيون صافي كيدخلوا بجوج ديال الناس ماكسيموم خصهم يكونوا 10 ديال الناس وسط المغازة ما يكونوش اكثر من هيدا. فوالا البنات انا دخلت اكسيون كيف كتشوفوا ما كاينش شي حاجه سبيسيال ولا جابوا شي حاجه جديده. داكشي اللي كان عندهم في المغازا كنظن هو اللي خلاوه يعني ما زادوش شي حاجه جديده عاد زعما جابوها ما كاين والو. صراحه انا ما كنتش معوله غادي نصور ولكن قلت نشارك معكم هذا الشيء هذا اللي كاين حيت ربما بزاف ديال الناس اللي باغيين دابا كيتسناو اكسيون فوقاش يفتح باش يجي. والناس اللي كيعجبهم اكسيون الناس اللي كيمولفين كيجيو واخا غير دويره وكيخرجوا بصاك الناس اللي كيجيو ما معولين على حتى حاجه حتى كيصدقوا خارجين بجوج السيكان و هذا هو اكسيون هذا هو حالو. انا صراحه مشيت على شي برودوي كانوا خصني ضروريا من اكسيون وقلت نشارك معكم هاد يعني واحد لقطات باش تكون عندكم فكره بان الا مشيتو سورتو في هاد يعني هاد اليومين هادي ما عرفناش من بعد كيف غادي تكون. طبعا غادي السيمانه هادي كامله غادي تمشي هكذا الناس بلا فيل حيت الناس كلشي باغي يمشي لاكسيون. الناس تحاول تقلل ما تمشيشي ولا سينو تمشيو في الصباح بكري وتشبروا لافيل حيت كتكون واحد لافيل طويله بزاف يعني ما بنادم باش يمشي واللي غيدي معاه وليداته غيبقى واقف يتسنى وكيدخلوا جوج بجوج يعني خص ماكسيموم 10 ديال الناس في المغازه ما كيزيدوش اكثر. كاينين البنات هادو عندهم في القاع ديالهم فحال واحد الثوب فحال الدان وكاين هادو اللي عندهم المرايه صراحه كيجيو الديكور ديالهم زيون فحال الموديل ديال زاراهم واشيمهم عندهم نفس الموديل. كاينين هاد الساعات حتى هما في الدوغي. المهم البنات زعما الناس اللي غادي يمشيو لاكسيون راه ما كايناش شي حاجه جديده. بزاف ديال الناس شبروا لافيل ودخلوا كيجيو على شي حاجات باغينهم اللي كيدخلوا ما كيجبروا والو. وعاد البنات راه ما كيتخلصوش بالكاش غير بالكارطه ما كيقبلوش نهائيا الفلوس كيخلصوا غير بالكارطه يعني باش الناس اللي غادي تمشي تكون عامله حسابها انهم ما غاديش يقبلوا الفلوس. ولا البنات انا شاركت معكم بعدا هاد اللقطات باش تكون عندكم فكره باش ربما تكون شي وحده غتمشي لاكسيون ولا عامله في بالها خصها تمشي تجيب شي حاجه
راه ما نعرف، نتسناو نشوفو غدا ولا بعدو، ولا غادي يقدروا ينزلوا شي حاجه جديده. من اليوم النهار الاول ما كايناش شي حاجه سبيسيال او لا شي حاجه جديده. انتوما كتشوفوا يعني هادشي كان ديجا قديم، داكشي خاوي، يعني بلايص ديال السلعه خاويه. دونك هذا هو اكسيون ديال اليوم النهار الاول من بعد الكونفينمون. صراحه مولفين كنجيو نعنو دويره هنا ونمتعو عويناتنا في داكشي اللي كيجيبو ورخيص بزاف بزاف، ولكن نتسناو الجديد ان شاء الله. كاين هاد لي بلونط البنات غزالين، كيحمقوا الناس اللي ما عندهمش مع لي بلونط ناتور، يمكن لهم يشريو هادو، كيجيو في المنظر ديالهم غزال، كيبانو تقريبا بحال طبيعيين. كيعجبوني انا هاد النوع هذا، مي انا عندي في الدار لي بلونط ناتور، صراحه اعزازين عليا بزاف. كاين البنات هادو ديال العصير، كيعملوا 4 اورو، 3 اورو 99. وكاين هاد لي بواط صغيورين ديال العطريه، كاين الحجم الصغير ومتوسط وكبير شويه. هاد الشكيلات كانوا ديجا جابوهم. والكيسان هادو دائما عندهم هاد النوع. هادو البنات اللي بغيت نشارك معكم، هادو عاد جابوهم اول مره كنشوفهم عند اكسيون، صراحه غزالين. هذا بحال واحد الخشب، وفيه الخشب وفيه هاد اللوايه، كيجيو في حمد الناس اللي عندهم البالكون شبك، كيعملوا فيه باش كيعطي واحد المنظر، وفي نفس الوقت باش على الوليدات صغار، وعلى باش الناس اللي كانوا شي ناس اونفاس ليكم، شي دار اونفاس ليكم، باش ما تبانوش ني عندكم في البالكون ديالكم ولا شي حاجه، الناس كيلصقوهم. صراحه الناس هادو هز هز فيهم، وغزالين غزالين في المنظر ديالهم. صافي البنات، هادشي اللي كاين هاد الجهه ديال لي غيدو مخدات صغيورين. هادي واحد طابي صغيوره حتى هي. المهم كيف قلت لكم، ما كاينش شي حاجه سبيسيال زعما، سي با لابين الواحد باش يمشي في هاد لا سومين الاولى، وعلى ما يجيبوا الجديد هكذا الواحد حتى الا مشى بعدا وبغى يشري شي حاجه يجبر حاجه مزيونين. دونك هنايا البنات بغيت نشارك معكم واخا غير هادو شويه، ونوصلكم شنو وقع في اكسيون. دونك صافي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الجديد طبعا فيديو اللي ما جيه.